يعني محمد العقدة رجل مكافح خرج من رحم المعاناة. نتحدث عن بداياته. تحدثت لنا قبل اللقاء توفي الوالد وأنت في سن 15 عام. نتحدث في هذه المرحلة بداياتك انطلاقتك. كيف كانت أكيد أنت عصرت الماضي القريب والحاضر. كيف كانت البداية مع محمد العقدة؟ تفضل يا سيدي. فعلا أنا فعلا توفى والدي سنة 1974 وكان كنت في صف ثالث إعدادي تقريبا. نعم. وظليت لما أنهيت الثانوية العامة في الأردن. لي إخوان أربعة مع ثلاث أخوات. الله يبارك فيك. وكان فعلا في حم يعني في إحساس بالمسؤولية باتجاه الأهل والإخوان. أنا أكبر واحد في أهلي. يعني عندما توفي والدك في لما كان عمره 15 سنة يعني كيف نظرت لها الدنيا هذيك الساعة؟ والله نظرت لها بعين المسؤولية أكثر شيء. يعني حسيت نفسي أني أنا أصبحت مسؤول أصبحت مسؤول. فشعرت بهذا بحمل المسؤولية من هذا الوقت. نعم. وانطلقت يعني إجاني فرصة عمل طبعا بعد ما أنهيت خدمتي بالجيش العلم خدمة العلم. إجتني فرصة للسفر للسعودية وبدأت في سنة 80 بالعمل في شركة في المبيعات. ومن هون اتطورت وبدأت أكسب خبرات كيف عملية البيع والتسويق وإنشاء مؤسسات. وكانت انطلاقة كبيرة يعني مش وكانت سريعة. يعني كان في فرص عمل في فرص في السعودية كانت هذاك الوقت كثير كبير وخاصة للأردنيين. نعم نعم. وأي إنسان يعني مجتهد لكل مجتهد نصيبه. أي إنسان مجتهد ويعني بيحافظ على وقته وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى أكيد بيلاقي نجاح. صحيح. فانطلقنا من سنة 1980 لعام 1998. أنا رجعت للأردن هون وشفت كان في فرصة عمل لقيتها مصانع عطا علي كان هذاك الوقت للبيع. نعم. وأذكر إن شريناها بأربعة مليون دولار وفتحت مصنع في سحاب لصناعة الكيك. كانت في الفترة هذه كان في صعوبة شوي ولكن الحمد لله تجاوزناها وبدأنا يعني حركة كبيرة وعمل وإصرار. في بداية العمل كنا بدون مبالغة نخسر فوق النص مليون دينار كل سنة خسائر نحقق. نعم. ولكن صبرت. ولكن صبرنا. نعم. وعرفنا مسار السوق أفضل. فتحنا أسواق تصديرية كمان. واتجهنا كان عندي طبعا مصنع بالسعودية. وعملنا كمان مصنع في سوريا مصنع في مصر. نعم. والآن إحنا بنجهز في مصنع في بغداد. يعني اليوم احنا كشركة بنصدر لأكثر من 22 دولة في العالم. بنواجه بعض التحديات في صناعتنا بالأردن. نعم. ومن فضل الله قدرنا نتجاوزها بعدة عوامل. احنا كشركة اليوم موجودة بالأردن فيها أكثر من 1000 موظف أردني. أردنيين. نعم. اليوم إحنا نمتلك مزارع لإنتاج البيض. مزارع لإنتاج البيض. نعم. لاستخدامه في الكيك. هذا مزارع دواجن. مزارع دواجن. نعم. لإنتاج البيض عندنا حوالي نص مليون طير لإنتاج البيض. فقط لهذا المصنع. لهذا المصنع. وبنبيع بالسوق المحلي. نعم. نعم.
هذا بيساعد في تقليل الكلف. إضافة لهذا مشان نقابل فعلا التحديات الموجودة في البلد ونقدر نقدم للمستهلك السعر المناسب والمنافس لأي منتجات أخرى، احنا نمتلك كل أنواع الطباعة من ناحية كرتون وعلب وسلوفان كمطابع خاصة لهذه الشركة، مطابع خاصة لمنتجاتنا فقط فقط نعم. وبعض الأحيان احنا بنصدر منها للدول المجاورة اللي إلنا مصانع فيها، من عندنا منهم نطبع هنا وبنوديها للدول، فهذا برضو ساهم في تخفيف الكلف الإنتاجية في الشركة، إضافة إلى تصنيع بعض المواد الخام في داخل الشركة. على سبيل المثال أنا أذكر كنا نستورد مادة من هولندا لاستخدامها في الكيك 3 يورو ونص الكيلو، اليوم إحنا بننتجها ب 85 قرش في الأردن. نعم. وما فيها أي نفس المواصف. هذا طبعا التحديات اللي إحنا بنواجهها كصناعة اليوم، الطاقة معروفة للجميع، في بعض الدول تدعم منتجاتها، مثلا في ناس تدعم الطحين، بتلاقي نص السعر مدعوم من الحكومة. نعم. فأنت مشان تواجه كل هذه العقبات والتحديات، فرض علينا أنه نعمل زي مزارع الدجاج والطباعة وتصنيع المواد الخام أجلتك تقليل الكلف بالضبط. نعم. اليوم إحنا كشركة مش سهل على أي مستورد من الأردن أنه يروح يجيب بضاعة ينافسنا، فيه موجود ولكن مش بالساهل. هذا نتيجة قوة الشركة والاستثمارات اللي حطتها في هذه الصناعة. وفي نفس الوقت اليوم احنا نقدر نصدر للدول المجاورة ولأكثر من دولة بكل سهولة من فضل الله. السيد محمد العقدي، يعني شركة جوردينيا من الشركات الرائدة في المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا في الوطن العربي، ولكن جوردينيا كيف أتى هذا الاسم؟ جوردينيا فعلا أجا من اسم الأردن جوردن، فخطر على بالي أنه نعمله جوردينيا، جوردن جوردينيا. كان حدا مساهم معك في هذا الاسم؟ نعم كان في صديق معك. نعم الله يشفيه وعافيه. تذكر نعم. هذه الجلسة؟ نعم 100%. تذكر هذه الجلسة طبعًا. البداية؟ نعم نحكي عن هذه البداية. تفضل. سيدي احنا فعلا كان إلي صديق و كنا جالسين نتعشى في مكان فبنتكلم في موضوع إنشاء الشركة وتسمية الاسم، فكنا بنحاول نوجد اسم للمنتج، فأحسن اسم وجدناه مع صديقي إنه جوردينيا. نعم من جوردن نعمله جوردينيا. وجدت هذا الاسم ولكن ما وجدت أي صعوبات في وزارة الصناعة والتجارة؟ أبدا مباشرة. لا. اسم وحيد رحت عليه سجلته. نعم يعني مع العلم إن هناك شركات بيكونوا حاطين أكثر من اسم من أجل. لا هو كان يعني إحنا سجلناه تقريبا في 98 وفعلا على طول يعني أخذنا موافقة عليه. نعم. وكنا محظوظين يعني اسم رائع أنا من وجهة نظري. أكيد. أفتخر فيه ويعني بعتز في هذا الاسم. جميل جدا. نعم. السيد محمد، يعني الأردن بفضل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين، والأردن عاش مئوية أولى في المئوية الأولى للمملكة الأردنية الهاشمية، ولكن يعني نحن ننظر إلى الأردن ومستقبل الأردن، والأردن من البدايات من إمارة شرق الأردن من المؤسس الملك عبد الله، وأيضا إلى الملك الذي وضع الدستور الملك طلال،
وأيضا الذي بنى المملكة الأردنية الهاشمية، الملك الباني الملك الحسين، وأيضا الذي وضع أيضا تعزيز داخل المملكة الأردنية الهاشمية الملك المعزز الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله وعاه. والأردن ينعم بنعمة الأمن والأمان في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ولكن الملك كان داعم للاستثمار داخل المملكة وداعم للمستثمرين لداخل المملكة، ووجه أيضا الحكومة لدعم الاستثمار من أجل رفع اقتصاد الوطن. كيف ترى الواقع الاستثماري في المملكة الأردنية الهاشمية بصراحة؟ بصراحة الاستثمار في الأردن في ميزات كثير رائعة. نعم. نأخذ الجانب المضيء في هذا الموضوع. أول شيء إحنا كدولة زي ما تفضلت حقيقة ننعم بالأمن والأمان، وشفنا إحنا حوالينا شو معنى الأمن والأمان. أكيد. إنك كيف تطلع الصبح وتروح على مكتبك وتروح وانت بخير مطمئن على اولادك وعلى شغلك وعلى مصانعك، هذه نعمه، ما يعني هذه نعمه كبيره. صحيح. الحمد لله على ذلك. اثنين، احنا فعلا في الاردن هون عندنا موقع جغرافي متميز. لما نتكلم عن موقع جغرافي انا اعني انه حواليك فقط تستطيع انك تصلها دول بين يوم الى يومين الى ثلاثه، وانا مجرب بالتصدير، انت بتتكلم عن 300 مليون حولك. احنا على سبيل المثال بنصنع بالليل، الصبح الساعة 1 الظهر بتكون البضاعة تنباع في فلسطين، تصدر للبنان قريبة لك، اليمن 3-4 ايام كانت الباخرة لعدن، ولا زلنا بنصدر لعدن اليوم ولصنعاء، وعندنا اوردرات اسبوعية للعراق. فأنت حولك بتتكلم عن 300 مليون، فهذا موقع جغرافي كثير مميز. الصناعة يعني، وجلالة سيدنا فعلا مهتم بالصناعة، كونه يجي ويزور مصنع زي المصانع اللي زارها بالأسبوع هذا دليل حقيقي على دعم جلالة سيدنا للصناعة الأردنية. والسبب المهم اللي لازم الكل يدركه انه اليوم القطاع العام لا يستطيع حقيقة انه يستوعب كل الاعداد اللي موجودة او الخريجة، فلا بد من القطاع الخاص. القطاع الخاص هو اللي يستوعب هذه الاعداد، وجلال سيدنا يدرك هذا الكلام 100% ويشجع الصناعة على هذا. على سبيل المثال أنا لما أقول لك عندي مصنع في 1000 موظف، تخيل لو في 100 مصنع فقط بالأردن فيها 1000 موظف أردني، نتكلم عن تستوعب 100,000 موظف. هذه هي الحقيقة اللي إحنا كلنا الأصول نهتم فيها، إن كان صناعيين وإن كان مسؤولين لازم نعي هذا الكلام، لأنه هذا المصنع مش يملكه صاحب المصنع، هذا يملكه الوطن، وهذه حقيقة ومش مزايدات. هذا المصنع يملكه الوطن، والكل حريص إنه هذا المصنع ينجح ويتقدم ويكون في وضع مريح بكل المقاييس، يكون في وضع مريح.
السيد محمد العقدي، نتحدث عن أول منتج لهذه الشركة وكيف توسعتم في المنتجات الأخرى. سيدي، احنا عندنا خبرة في صناعة الكيك، وأنا كنت وأنا في السعودية كنت أصدر للأردن لا يقل عن 10-12 تريلا بالشهر. فإحنا متميزين في صناعتنا بالكيك، عمرها اليوم هذه الصناعة أكثر من 40 سنة. فكان أول صناعتنا هو الكيك، أول صناعة. نعم، بالأردن، وانطلقنا فيها بعدها بعدة منتجات. يعني منتج واحد كان منتج واحد. نعم. وقلت المنتج موجود لحد اللحظة هاي؟ طبعا موجود. نعم. هذا المنتج نتحدث عن هذا المنتج، أول منتج نتحدث. نعم، اسمه كنا سويس رول، وكنا نبيعه بعشر قروش، وكان عليه إقبال رهيب جدا. يعني أنا أذكر في العراق كنا نصدر منه ما يعادل يوميا تريلتين أو ثلاث تريلات يوميا. يوميا. يوميا، نعم. فهذا منتج كان مميز، والحمد لله انطلقنا من هون وبدأنا زي ما قلت لك في صناعة الأيس كريم، لكن ما طولنا فيها، أخذناها على السعودية هذاك الوقت. نعم. نعم، وباشرنا بعدها في الكروسان وبال بالبسكويت، يعني كل الأصناف البيك المخبوزات هذه. نعم. جميل جدا. واليوم طبعا في عنا أكثر من 20 خط إنتاج في هذا المجال. 20 خط إنتاج. هل هناك مشاكل أو معوقات تواجهها من خلال عملك في الوقت الحالي؟ في الوقت الحالي الحمد لله ما في معوقات. ما في معوقات بمعنى أنه ما في عمل بدون أنه ما فيش معوقات، مستحيل، ولكن اللي بتقدر تحله هذا مش معوق. اللي بتقدر تحله في مشاكل، لكن مدام قادر أنك تحلها وإنت على الحق وبتواجه فيها وبتروح المسؤول. إحنا عندنا المسؤولين بأمانة أقول لك إياها مفتوحة أبوابهم باستمرار، إذا كنت صاحب حق تستطيع أنك تروح وتأخذ حقك. هل هناك خطط مستقبلية وتطور في هذا القطاع؟ اليوم الصناعة الإنسان بيعيش وبموت وهو دائما يفكر كيف يتطور وكيف يتقدم. نعم، أحسنت. مستحيل أنك تقول أنا وقفت لهون، ما هذا كلام مستحيل. فدائما في خطط إنتاجية وفي ترتيبات، وكل سنة إحنا من فضل الله بنضيف خطوط إنتاج جديدة، بنضيف خطوط للأتمتة مشان تحصل على الكواليتي الحقيقي وعلى الهايجين. هذا لازم تحول كل مصانعك لأوتوماتيك، هذا طموحنا. اليوم قطعنا 90% من هذا الكلام اللي احنا نتكلم فيه. اليوم احنا المواد الخام عندنا من ساعة ما بتدخل حتى الطحين احنا بنجيبه بتنكات، الطحين بنجيبه بتنكات وبنصب بنفرغه تفريغ وبنوصله للعجانات كله أوتوماتيك. 20-25 مادة بتدخل في صناعة الكيك ما في إنسان بيشوفها، كلها نظام مغلق، بتنتج وبتحمل على السيارة على التريلا وانت عندك أنظمة كلها بدون بني آدم ما يصيبها. هذا جهد كبير وشغل كبير. عندنا مكاين من الدنمارك، أغلبها من ألمانيا، من إيطاليا، من أرقى وأفضل الشركات العالمية اللي موجودة. عشان هيك إحنا نستطيع أن نصدر. يجونا FDA من أمريكا وشيكوا علينا وأعطونا موافقة. هلأ منتجاتنا بتدخل بكل سهولة لأمريكا، وإن شاء الله في عنا ترتيب جديد مع شركات أخرى نعبي لها باسمها، شركات أمريكية برضو، وماشيين على هذا. يعني أكيد هذا في جهد كبير وفي تطور مستمر، وما في تقول أنا وقفت لهون، لازم كل سنة تحط خطة جديدة وتتقدم. أكيد.
ما في شيء. رجل الأعمال سيد محمد، يعني بالآونة الأخيرة قبل أيام قليلة هناك كانت زيارة مفاجأة لهذا المصنع، زار جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين هذا المصنع، ولكن نتحدث عن هذه الزيارة، كيف كان شعوركم سيدي عندما سيد البلاد زار هذا المصنع؟ والله أنا على الصعيد الشخصي هذا فخر واعتزاز بدون أدنى شك، وبتحس إنه يعني أنا توجت يعني أفضل إشي قابلني في حياتي إنه جلالة الملك يزور مصنعي، هذه قمة السعادة وقمة الفخر والاعتزاز، وأنا بعتبر حالي إني نجحت كونه جلالة الملك يفوت يزور مصنعي، هذا قمة يعني أكثر ما كنت أتمنى يعني صراحة، إن هذه حقيقة. هذا على الصعيد الشخصي. على الصعيد الصناعي والصناعيين هذا دافع رهيب لكل صناعي بالبلد إنه يتوكل على الله ويمشي، يعني ما يعني يدعم في شغله، وبلدنا الحمد لله فيها أمن وفيها أمان، وجلال سيدنا واقف ورانا، أكثر من هيك شو يعني ما عاد في إشي. على الصعيد يعني كمان أنا فعلا بشوف إنها رسالة لكل مسؤول في البلد، لكل وزير، لكل مسؤول في مكتبه الآن، إنه جلالة سيدنا مهتم بالصناعة وحريص عليها وعماله بيبذل جهد ومن وقته منشان يرعى هذا الموضوع. فهذه رسالة لكل مسؤول إنه فعلا يتقي الله في عمله لمساعدة الصناعيين. جميل. لأنه هذا السبيل لوقف البطالة في البلد. أنا هذه وجهة نظري، إذا بدنا نوقف البطالة في الأردن يجب أن نشجع القطاع الصناعي بالذات، القطاع الخاص والقطاع الصناعي بالذات. جلالة سيدنا بالآونة الأخيرة وجه الحكومة بأن يكون القطاع الخاص شريك للقطاع العام والقطاع الحكومي، هل التمست هذا الموضوع تحديدا؟ شوف، إذا ما في تعاون وما في شراكة حقيقية، ما جهة واحدة ما بتقدر تنجح، لازم يجب تكاتف الجميع، هذا مطلوب من الجميع وإشي ضروري، يعني ألف باء إنك أنت تتكاتف القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ما بصير، لازم يكون في شراكة حقيقية. إحنا بنشتغل للوطن، أنا ما بشتغل لمصلحتي حقيقة، في المصانع هذه الناس بتفكر إنها بتشتغل لمصالحها، ما في بعد نظر، بعد النظر الحقيقي إنك تتطلع على المصنع إنه مصنع وطن، لأنه ممكن صاحب المصنع هذا يخسر، ممكن ما يجيبش مصاريفه في بعض الأحيان، في معاناة شديدة في بعض الأوقات، مرت علينا ظروف صعبة، المصنع لما بيكون، أعطيك مثال بسيط، الأردن اليوم مصنع في زي هذا بالأردن في 1000 موظف، 1000 موظف هدول اللي بيشتغلوا كم بعيلوا من أسر، المصنع هذا كم بتعامل مع موردين في الأردن بيوردوا لهذا المصنع، في مباشر، في ناس كمان بتستفيد، موردين قطع غيار، موردين مواد إلى آخره، هذه أعداد مش سهلة، أنت لا تنظر للألف اللي بيشتغلوا. أعطيك مثال بسيط، إنه كم ليلة فندقية المصنع هذا بسببه بيجوا ضيوف على الأردن مشان يبيعوا مواد خام أو يبيعوا مكن أو يركبوا مكن عندنا، أنا بقول لك بمئات الليالي الفندقية. إحنا هل هذا اللي بيجي من برا بيجي للمصنع ما بدفع فيزا في المطار، ما بيستأجر سيارة، ما بينام في أوتيل، ما بروح مطعم، هذه كلها لازم البعد النظرة للصناعة بالذات، لازم يعني فعلا كل مسؤول يكون في عنده وعي
ولازم نشتغل على الوعي هذا للمسؤول شو معنى صناعة بالأردن. مشان تنهض البلد لازم القطاع الخاص هو اللي ينهض. عمر القطاع الحكومي القطاع العام عمره ما بينهض. اللي بينهض في البلد وفي اقتصاد البلد القطاع الخاص. هذه الحقيقة اللي لازم يعيها كل مسؤول في الأردن. هذا هو. إلى سيد البلاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بالمناسبة المئوية الأولى للمملكة الأردنية الهاشمية عبر هذا البرنامج الوطني رجالات حول الملك. ماذا يوجه رجل الأعمال السيد محمد الأخضر؟ تفضل سيدي. سيدي احنا الحمد لله رب العالمين وعينا في البلد وعشنا في ظل في برعاية الله سبحانه وتعالى وظل القيادة الهاشمية. وفعلا اللي نتمناه انه ربنا يطيل عمر جلالة الملك ويعطيه الصحة والعافية ويبارك فيه ويستطيع انه يكمل مسيرته لخدمة الوطن وخدمة الشعب. يعني كلام جميل جدا. احنا كمان بنضم صوتنا الى صوتك. يعني نحن نقول في هذا البرنامج الوطني دائما حمل الله هذا الوطن قيادة وشعبا. اكيد. ولكن دعنا نعود الى الجانب الشخصي. ماذا لديك من الابناء والبنات يا سيدي؟ انا عندي 7 بنات وولد. نعم. 7 بنات متزوجات ام بدرسوا؟ عندي 4 متزوجات وعندي احفاد 7. ما شاء الله. نعم. وعندي الان بنتين بدرسوا وبناتي منهم بيشتغلوا معي في الشركه هون الحمد لله. تخرجوا من كليات الهندسه وفي منهم قسم اداره والحمد لله. يعني اليوم هم بتعلموا وبيشتغلوا بكل جد ومهتمين ومصرين انهم نعم انهم يكملوا المسيرة هذه ان شاء الله تعالى باذن الله. اكيد دائما نقول وراء كل رجل عظيم امرأة. نعم. زوجتك في حياتك في البدايات كانت داعمة سيدي؟ اكيد. يعني 6 خلفت 7 بنات وولد. هذه جاهدت جهاد مش معقول يعني وجهاد كبير وترعاهم وتقف بجانبهم. وبعدين أنا مريت في ظروف صعبة في حياتي أكيد فكانت دائما نعم الزوجة ونعم يعني الشريك. خلينا نقول الشريك الحقيقي في أفراحنا وفي أتراحنا أكيد ما في شك. فبوجه لها كلمة كل يعني كل الشكر إلها ولا يعني قدمت عطاء فعلا كبير. نعم. قدمت عطاء كبير. نعم. ورسالة إلى من تحب عبر هذا البرنامج والآن يشاهدوك الملايين عبر هذا البرنامج، شو بتحب توجه رسالة إلى من تحب سيدي؟ أكيد أتمنى الخير والصحة والعافية وإنه نعيش في وطننا آمنين سالمين في ظل القيادة الهاشمية. هذا كل اللي أتمناه بإذن الله تعالى. رجل الأعمال السيد محمد العخضر كنت معنا في هذا البرنامج الوطني. سعنا أعزائي المشاهدين أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى رجل الأعمال السيد محمد العخضر وهو صاحب ومدير عام مصنع جوزيني الواقع في المملكة الأردنية الهاشمية. وهذا المصنع من المصانع الرائدة في هذه المملكة. وأيضا أعزائي المشاهدين نحن نقول في هذا البرنامج وطن لا نحمي لا نستحق العيش فيه. دمتم برعاية الله.